جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تشتكي امرأة من زوج لها، فتقول إنه سيء الخلق سيء الدين ويسب الدين والعياذ بالله باستمرار وفي أتفه الأمور، وإذا حادثته أو طلبت منه شيء هو أو هي أو أولاده يكون على ذلكم الحال. كيف يكون تصرفهم معه جزاكم الله خيرا، وهل تبقى معه في البيت رغم الأولاد وفقكم الله؟ كان يسب الدين فإنها مردة عن دين الإسلام، وإذا ارتد فإنها لا تحل له، لا تحل له أمور حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تنتهي عدتها، وإلا فإنها تفارقه، لأن المسلمة لا تبقى مع الكافر. قال تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم حلون لهم. قال تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة مغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الذي يتلفظ بألفاظ الردة مثل سب الإسلام أو سب الدين أو الاستهزاء بالدين أو غير ذلك من أنواع الردة، هذا يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. نعم.